الدنيا مليانة حكايات كتير، فيها اللي يوجع وفيها اللي يفرح، فيها اللي نهايته سعيدة وفيها اللي نهايته حزينة، وفيها اللي نهايته تحير. بس يا ترى نهاية قصتي هتبقى أني نهاية في دول؟ بيقولوا البنت من وهي صغيرة بتستعد للحظة اللي هتكون فيها أم، من أول هدية بتجيلها وهي لسه طفلة، العروسة اللعبة، تقعد تسرح لها وتتفنن في اختيار لبسها وتفضل تدلعها، ما أصل البنت من صغرها بتكون أم. وزي كل بنت حلمت بالأمومة، حلمت من وانا صغيرة، ما كنتش بحلم باليوم اللي هبقى فيه عروسة قد ما كنت بحلم باليوم اللي هبقى فيه أم. أم تلعب مع ولادها الصغيرين، تديهم من حنانها وحبها، وهم يدوها الحياة من شقوتهم وضحكتهم. وفضل الحلم يكبر لحد ما أنا كبرت، لحد اليوم اللي مات فيه الحلم وتحول لكابوس. كنت ساعتها عندي 15 سنة، ويومها نزلت مع بابا نشتري لبس العيد، وبعد ما اشترينا بابا وقفني قدام محل ودخل يشتري حاجة من جوه وقال لي ما تتحركيش يا صفاء. قلت له حاضر يا بابا، وفضلت واقفة قدام المحل مستنية بابا لحد ما شدني صوت قطة صغيرة، قطة لسه مولودة وشكلها يشد أي حد. كانت واقفة في نص الشارع عمالة تنونة وبصوت عالي، وزي أي طفلة رحت ناحيتها وطيت ألعبها. ساعتها ما خدتش بالي من العربية اللي جاية بسرعة وخبطتني، ما حسيتش بنفسي غير والناس حواليا وبتصرخ وبابا بينده باسمي، صفاء بنتي حصلك ايه يا حبيبتي؟ لكن انا طبعا كنت في عالم تاني، فاتت ايام كتير مش حاسة بنفسي، ما عرفش ايه اللي حصل. لقيت بابا وماما قدامي وشهم باين عليه العياط، لكن السعادة اترسمت على وشهم اول لما فقت واتطمنوا عليا. قلت لهم حصل ايه؟ بابا قال لي الحمد لله يا بنتي، ربنا نجاكي وقمتنا بالسلامة. وخرجت بعدها من المستشفى، ورغم انهم كانوا دايما يطمنوني ويقولولي اني كويسة وما حصليش حاجة، لكن دايما كنت بقرا في عيونهم ان في حاجة مستخبية. وفي يوم دخلت ماما عليا وقعدت قدامي وطبطبت عليا وقالت لي الحاجة اللي كانوا بيحاولوا يخبوها عني، الحاجة اللي حزنتهم ومن بعدها كسرتني. انا صحيح خرجت من الحادثة سليمة، لكن فقدت حاجة مهمة قوي، الحادثة أثرت على الرحم وما بقاش ينفع أخلف تاني. كنت بسمع ماما وأنا مش مستوعبة، حاسة أني مصدومة، بصيت لها وأنا بعيط وقلت لها يعني إيه يا ماما؟ يعني خلاص لما أكبر وأتجوز مش هبقى ماما؟ مش هيبقى عندي بيبي ألعب معاه ويقول لي يا ماما؟ فضلت أعيط ساعتها، بس كان عياط طفلة مش مستوعبة حجم اللي هي فيه. حاولت ماما تهون عليا، بس ساعتها كان الموضوع أكبر من إن طفلة زي تحسه وتستوعبه. وعدت الأيام وكبرت ودخلت الجامعة، والموضوع كان تقريبا منسي، ما كانش حد بيفتحه عشان ما يضايقنيش، لحد ما وصلت لسن الجواز وأي بنت بيبتدي يجيلها عرسان فيه. وهنا بدأت أحس بحجم الألم والمشكلة اللي عندي، وتحول الموضوع من مجرد طفلة عرفت إنها مش هتبقى ماما لأنثى كبيرة فقدت حاجة مهمة خلتها تحس بالنقص قدام أي راجل بيتقدم لها. كل واحد كان بيتقدم عشان يخطبني أول ما كان بيعرف أني ما بخلفش وأني عندي مشكلة كان بيرفضني على طول، بس أنا كنت عذراهم، هم ذنبهم إيه يتجوزوا واحدة زيي عمرها ما هتخلف ولا هتبقى أم؟ كنت قدام الناس صمدة جامدة، عمري ما بينت ضعفي ولا زعلي، لكن لما كنت بقعد لوحدي كنت بطلع العرايس بتاعتي وأنا صغيرة وأقعد أسرحها وألعب بيها، وفي الآخر أحضنها وأقعد أعيط، أعيط بكل الوجع اللي أنا فيه، أعيط من غير صوت. وكتير كنت بصلي وأشكر ربنا على كل الوجع اللي جوايا، كنت بقوله يا رب أنا عارفة أن دي حكمتك وأنا مش معترضة، بس نفسي أسمع كلمة يا ماما، نفسي أبقى أم. يا رب محدش يقدر يحس بالوجع اللي جوايا غيرك أنت وحدك يا رب. كنت عارفة أنها دعوة صعبة قوي، إن أدعي أن أبقى أم وأسمع كلمة ماما وأنا أصلا ما بخلفش، بس أجمل إحساس لما تسيب همك وأمانيك في سجدة للي خلقك. ساعتها كنت بحس براحة، وفضلت على الحال ده لحد ما عديت سن 30، وخلاص موضوع الجواز ما بقاش في دماغي، لكن عمري ما بطلت أشكي وجع لربي وأدعيله بأمنياتي اللي عمرها ما فرقتني، لحد ما في يوم ربنا حقق لي المعجزة. كنت يومها راجعة البيت واتفاجأت إن في حد جاي يتقدم لي، بصيت لبابا وماما باستغراب وقلت لهم ايه خلاه يجي لحد هنا؟ ما كنت قلتوله الحقيقة واني ما بخلفش ووفرت عليه المشوار بدل ما يجي لحد هنا
وبعدها يرفضني. لكن قبل ما سيبهم وادخل، بابا نادى عليا وقال لي: اصبري يا صفاء، استاذ عادل يا بنتي عارف كل حاجه عنك وموافق بكل ظروفك. بصيت لهم بصدمه وقلت له: عارف اني ما بخلفش ورغم كده موافق يتجوزني؟ بابا قال لي: اه اقعدي معاه اسمعي وافهمي هو عايز يقولك ايه. وفعلا قعدت معاه. كان شاب من الصغير، بس برضه ما كانش كبير، كان تقريبا في اواخر الثلاثينات. ولما قعدت معاه وقلت له: انت عارف اني ما بخلفش ورغم كده صممت تتجوزني؟ قال لي: اسمعيني يا انسه صفاء، ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل انسان بالنصيب اللي يستاهله ويكمل معاه حياته. صحيح انت ربنا ما قرتش انك تخلفي، بس مين قال ان ده يعيبك؟ بالعكس، ده يمكن تكون نعمه ربنا انعم عليكي بيها عشان يوم ما قبلك تبقي نصيبي اللي يكملني واكمله. قلت له: انا مش فاهمه حاجه. قال لي: انا كمان ظروفي صعبه ومفيش اي واحده ممكن تقبل بيها. انا اتجوزت من 3 سنين وخلفت بنتين توأم اسمهم جنه ورحمه، ودلوقتي عندهم سنه تقريبا. بعد ما مامتهم والدها مات بكام شهر ورثت منه فلوس كتير. وللاسف البني ادم مش بيبان على حقيقته غير في المواقف دي. بعدها لقيتها اتغيرت، واسلوب كلامها وتعاملها معايا بقى مختلف، بقت متكبره وبتكلمني من فوق، خصوصا ان حالتي الماديه متوسطه بالنسبه لها، وبقت تعيرني دايما انها معاها فلوس وان عيشتها مرتاحه، ووصل بيها انها كمان بتهني. ما استحملتش طريقتها ولا اهانتها ليا واتطلقنا. بصيت له باستغراب وقلت له: اتطلقتوا؟ طب والبنتين دول؟ ده يدوب سنه، اكيد خدتهم معاها بعد الطلاق. ضحك وقال لي: ما هي لو اصيله من الاول ما كنتش طلقتها. لما اتطلقنا قالت لي: خلي البنات معاك، انا مش عايزه حاجه تربطني وتوقف حياتي، ورفضت تاخدهم معاها. وطبعا ما استغربتش لما اتجوزت بمجرد ما عدتها خلصت من واحد قريبها في نفس مستواها. بصيت له بشفقه وقلت له: سابت بناتها اللي ما كملوش سنه؟ معقول دي ام تسيب بناتها عشان تتجوز؟ قال لي: مش غلطتها يا صفاء، غلطتي انا، انا اللي اتجوزت واحده ما بتقدرش يعني ايه مسؤوليه وامومه لمجرد اني اعجبت بيها وحبتها. لكن دلوقتي انا جايه اصلح الغلط ده، وبطلب منك تكوني ام لبناتي، وانا واثق انك هتقدري تكوني ام مثاليه ليهم زي ما هم هيكونوا بناتك اللي هيعوضوكي لما يكبروا وتسمعي منهم كلمه ماما. كلمه ماما؟ ياه، معقول يا رب كرمك عليا؟ معقول تكون حققتلي المعجزه اللي حلمت بيها ويجي عليا اليوم اللي اسمع كلمه ماما؟ وفعلا اتجوزت انا وعادل، وكنت ام لبناته، بناته اللي ما يعرفوش ام غيري، خدتهم منه وهم عندهم سنه واحده، كنت ليهم ام بجد، حبيتهم قوي وحسيتهم عوض ربنا ليا عن كل اللي شفته زمان. كنت بشوف فيهم حلمي اللي كنت فاكراه خلاص ضاع، وربنا رجعهولي فيهم. مالوا حياتي حب وشقاوه ولعب وضحك، واحلى كلمه رفرفت قلبي لما نطقوا قالوا لي: يا ماما. ياه، ده انا ساعتها الدنيا ما بقتش سيعاني. اول لما سمعتهم لقيت دموعي غصب عني بتنزل، وبحضنهم، بحضنهم بكل قوتي. وكبروا بناتي على ايدي، هم بناتي وانا امهم، عشت حياتهم ومشاكلهم وكل تفصيله في حياتهم، عودتهم على اننا مش بس ام وبناتها، لا كانوا ليا اخواتي واصحابي. كنت لما ببقى متضايقه من حاجه بقعد معاهم واكلمهم، كانوا بيهونوا عليا اي وجع، والضحكه في وشهم كانت بتنسيني اي حاجه مزعلاني. لو كانت ايه، هم كانوا تعودوا يشاركوا معايا كل حاجه في حياتهم وما يخبوش عني اي حاجه. هتصدقوا لو قلت لكم اني حلمت باليوم اللي هفرح بيهم والبسهم فستان الفرح والطرحه؟ يا على الفرحه اللي مش هتبقى سيعاني ساعتها، وكان حكايتي اتكتبت عليها تمشي على سطر وتسيب سطر. وفرحتي ببناتي اللي في حضني ما كملتش. لما جالي عادل في يوم وكان شكله متضايق قوي، كان ساعتها جنة ورحمة في إعدادي. قلت له: مالك يا عادل، فيك إيه؟ قال لي: أم بناتي رجعت وطالبة بناتها يقعدوا معاها. قلت له: أم بناتك مين؟ هي تعرفهم أصلا؟ ويقعدوا معاها بمناسبة إيه؟ دلوقتي افتكرتهم؟ قال لي: هي اتطلقت وبقت لوحدها، ونفسها بناتها يعيشوا معاها وتعوضهم حرمانها ليهم طول الفترة اللي فاتت. قلت له: طب وأنا؟ رأيك إيه؟ هتخليهم يروحوا لها؟ هتبعدهم عني وعن حضني؟ قال لي: أنا محتار يا صفاء، مش عارف أعمل إيه، بس دي مهما كان أمهم ومن حقهم يعرفوها،
ومحرمهمش منها زي ما هي حقها يعيشوا في حضنها. أنا مش عايزة أبقى أناني. قلت له أنا منهارة. طب وأنا؟ أنا فين من الحقوق اللي عملت وزعها؟ أنا أمهم يا عادل. بناتك ما يعرفوش أم غيري. أول ما نطقوا ماما نطقوها ليا أنا مش ليها. أنا اللي عشت مشاكلهم وحياتهم طول السنين اللي فاتت. أنا اللي أكلت وشربت وسهرت وعالجت. أنا اللي حلمت أجوزهم وأشوفهم وألبسهم الطرحة بإيدي. كل ده أنا مش هي. بعد كل ده عايزهم يروحوا لها؟ بعد كل ده بتسلمهم ليها على الجاهز؟ حاول عادل يهديني وقال لي اهدي يا صفاء، هما مش هيبعدوا عننا، هيجولنا برضو. قلت له بس هي هتبقى الأساس، هي الأم وأنا مرات الأب. بعد كل ده هبقى مجرد مرات أبوهم؟ بعد ما عشت أجمل حلم، حلم إن أبقى ماما لأجمل بنتين، خلاص هصحى من الحلم على كابوس؟ يا ريتني ما نمت ولا حلمت. عادل بصلي بشفقة لكن ما كانش في إيده حاجة يعملها. هو حس إن لو فرض على البنات وجودهم معاه يبقى كده بيظلمهم وبيحرمهم من أمهم، فقرر يسيب لهم الاختيار. وفعلا اتفق عادل مع البنات إنهم هيروحوا يعيشوا مع أمهم ويدوا لنفسهم الفرصة إنهم يعرفوها ويختاروا هم عايزين يكملوا مع مين. كان أصعب يوم مريت بيه اليوم اللي كانوا ماشيين وسايبيني ورايحين لأمهم. أمهم كمان اللي كان معاها فلوس وكانت تقدر تحقق لهم أي طلب يطلبوه. كنت بحاول أرسم الابتسام على وشي عشان ما يتضايقوش، لكن ابتسامتي كان معاها دموع، دموع اللي بحاول أحبسها عشان ما نهرش قدام البنات. لكن هم كانوا أضعف مني، حضنوني قوي هم بيعيطوا، حضنهم ليا كان بيضعفني مش بيقويني. كان نفسي أصرخ ساعتها وأقول لهم ما تروحوش، ما تبعدوش عني، خليكم في حضني، ده حضنكم ده هو اللي اداني الحياة. ليه عايزين ياخدوا حياتي مني بعد ما رجعت لي؟ عادل خرجهم من حضني بالعافية وحاول يهديهم وخدهم وراح عند أمهم. هو كمان كان زعلان قوي، بس يمكن عقله كان غالب على مشاعره وكان دايما بيفكر في مصلحة البنات. تصدقوا انهم ما تأثروش في بعضهم عن عادل اللي هو أبوهم الحقيقي زي ما تأثروا هم بيبعدوا عني؟ صحيح هم مش بنات بطني لكن بنات قلبي وعمري. قعدت من بعدهم حزينة شايفة الحياة ما فيهاش أي أمل. كنت بدخل أوضتهم وأقعد وألمس سرايرهم وهدومهم اللي كانوا سايبينها. كنت بحضنها وأقعد أعيط وأنا بفتكر كل لحظة عشتها معاهم. كلمة ماما اللي كانت بتخلي قلبي يرقص كنت بقعد أفتكر كل لحظة كنت بلبسهم فيها وبصرح لهم وأنا بحلم إمتى هشوفهم عرايس وألبسهم الطرحة بإيدي. بس خلاص حتى الحلم راح لغيري. وتمر الأيام ويجي اليوم اللي هعيط فيه، هعيط بجد من قلبي، بس المرة دي مش عشان حزينة، أنا هعيط من الفرحة. لما دق جرس الباب ورحت فتحت لقيت عادل وشايل في إيده شنطتين. بصيت له ساعتها باستغراب وقلت له إيه دول يا عادل؟ ضحك وشاور وراه براسه ولقيت بناتي جنة ورحمة واقفين وراه، وأول لما شافوني اترموا في حضني وقعدوا يعيطوا. ساعتها ما قدرتش أمسك نفسي وعيطت أنا كمان، حضنتهم قوي. كان هين عليا أدخلهم جوايا وخبيهم من أي حد يحاول يبعدهم عني. وبعد وقت طويل خرجوا من حضني وقالوا لي وحشتينا يا ماما. ياه وحشتني الكلمة دي قوي، وحشني صوتكم وانتوا بتقولوها. بصيت لعادل وسألته إيه اللي حصل؟ قال لي اسأليهم. بصيت لهم وقلت لهم سبتوا مامتكم ورجعتوا ليه؟ جنة قالت لي دي مش مامتنا، إحنا ما نعرفهاش، إحنا ما نعرفش أم غيرك، انت ماما اللي كبرنا على ايديها واللي اول ما نطقنا قلنا لها يا ماما. رحمه كملت وقالت حسينا بالغربه في حضنها يا ماما، كنا عاملين زي التايهين خايفين، حتى بالليل واحنا نايمين دورنا عليكي عشان ننام في حضنك زي ما احنا متعودين، بس ما لقيناكيش. احنا هناك ما حسيناش انه بيتنا ولا دي مامتنا، انت ماما ومش عايزين ماما غيرك. ما حسيتش بنفسي غير وانا بحضنهم ودموعي مغرقه وشي. بصلنا عادل ودموعه غلبته وقال عرفتي ليه انا اخترتك انت بالذات ام ليهم؟ عشان اللحظه دي، اللحظه اللي انت شايفاها دي، انا اخترتك زمان ليهم وهم النهارده بيختاروكي تاني ومتمسكين بيكي ام ليهم. مامة البنات ما استحملتش ان بناتها يرفضوها بعد ما رجعوا لها بعد طول السنين دي، وبصراحه ما ضيعتش وقت، راحت اتجوزت مره تانيه. اصل بناتها كانوا بالنسبه لها بديل بدل ما تقعد لوحدها. وبرغم كده أنا كنت حريصة أنهم يكلموها ويسألوا عنها، وعمري ما حاولت أسيهم عليها ولا كرههم فيها. ومرت السنين
وأنا كل يوم ببني طوبة في حياة بناتي وبديهم من عمري وحياتي. ما هي دي الأم، بتدي من عمرها وتضيف لعمر بناتها. والنهاردة فرح جنة، وأنا بنفسي اللي بلبسها الطرحة زي ما لبست أختها الطرحة لما جت تتجوز. النهاردة بس أنا كملت دوري في حياة بناتي وحققت حلمي اللي ياما حلمت بيه، إن أكون في حياة بناتي أم. جوه كل محنة بتتولد منها، زي البيبي الصغير اللي بيستنى الوقت عشان يكبر ويظهر للحياة. اصبر على ابتلائك وما تعترضش، واعرف إن بعد كل ابتلاء بيجي الفرج في صورة فرحة، فرحة كبيرة، عشان هي دي الحياة. والنهاردة عايزاكوا تشاركوني الرأي، يا ترى فعلاً الأم اللي ربت ولا الأم اللي خلفت؟ يا ترى فعلاً أنا كنت صح لما اديتهم عمري كله وما استخسرتش فيهم، ولا كان المفروض يعيشوا مع أمهم مهما كانت؟ ياريت تشاركوني برأيكم.